كلنا نجتمع ونبارك أختنا. استلمي يا أختي المباركة الضوء الأبدي، تعيشين ممتلئة بالضوء بالسلام، أفراح الأكوان تملأ حياتك اليوم وكل يوم. هذه جلسة أعتقد بحياتك يعني خاصة جدا جدا جدا. إحنا بدأنا بهاي الجلسة بتنشيط الذاكرة الكونية، وحتى عندنا أيضا يعني بعض اللقاءات مثلا ضوء كوني 221 أيضا عاشت يعني محطات عظيمة. فإحنا بدأناها يعني أنه الطالب يعيش استرجاع للحوادث وللمحطات، وبعدها أيضا يعني يصل إلى كوكب الاندروميدا، وفي كوكب الاندروميدا يعيش محطات زراعة الروح الضوئية. فأنت عندما تحدثنا قبل التسجيل حقيقة يعني الطلاب اندهشوا انصدموا باللي يعني عرفوه، وأيضا أنت انصدمت وأنا أيضا منصدم يعني حقيقة، وحتى الطلاب اللي راح يسمعون كل كلمة بهذا اللقاء دهشة دهشة. أي فمثلا جزء من اللقاء عندما بدأت تسترجعين حياتك الكونية وجدت نفسك أمام مكتبة وفيها ملف من أو مجموعة من الملفات التي تخصك، تمام؟ واستطعت ممكن أن تقرأين أول ورقة من كتاب أو ملف، وشاهدت صورتك من أي بعد؟ هذه من الأفاتار يا عزيزتي. نعم أستاذ الكرم العظيم، يبارك في مرحلتكم. يا عزيز تحياتنا. تحياتي لكم جميعا. أنا طبقت الصفر في البداية خالص، يعني أي حفظت على كل كلمة، وأيضا كان أنا يعني كان عندي هدوء عالي واسترخاء قبل ما أطبق الصفرة الكونية. وصعدت بنوايا إنه تنفتح عندي الذاكرة الكونية أكتر، وأبدأ أتعرف على حقائق يعني ما كنتش مثلا أعرفها في السابق. فأول حاجة أفتكرها إن أنا روحت هو مكان فيه ملفات كتير، نعم، يعني هي سجلات تخص كوني كائنات مثلا أخرى أنت قلتي أيضا، مش كائنات فقط أخرى. تخصك. إيه صحيح. وأنا يعني عرفت إن أنا عندي أيضا ملفات في المكان ده، واللي قدرت أتعرف عليه أكتر هو كتاب يخص تجسداتي أو تاريخي الكوني، يعني الله، ممكن على مدار آلاف السنين أو أكتر، ممكن مليون سنة أو كده. بس دقيقة لكن والله، أنت قلتي من فضلك لو تسمح لي رجاء يعني بالنقاش قبل التسجيل، قلتي أنه هذه المكتبة عرفتي أو أحسستي أنه الاندروميدا يديروها، تمام؟ نعم أعتقد أستاذ، هكذا. يعني بالضبط مسألة أو فكرة حفظ التاريخ الكوني لكل كائن هي من عند الأندروميدا. الفكرة دي هم أي يعني منظمينها وهم مسؤولين عليها. وأنت ممكن أيضا، أنت أيضا أضفتي، وهذا إحنا صدمنا جميعا، قلت إنه كل واحد بالأرض عنده السجلات الكونية محفوظة يعني، تمام؟ صح تماما، كل كائن في الأرض أسقط أو متواجد في الأرض فهو عنده السجلات الكونية محفوظة. تلاحظين؟ أي يعني أنا أشعر إن الكائنات الأندروميدا هي مسؤولة عن السجلات الكونية أو أي السجلات التاريخية لكل كائن. وأنا حتى قبل التسجيل قلت هذه كائنات كونية عظيمة حقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني هذا العمل الذي يؤدوه فعلا عمل عظيم. يعني احنا ممكن عندما نقول كائنات كونية زارت الأرض أو ظهرت مركبة كونية، يعني ممكن هو هذا الاسم بسيط، بس هو في الحقيقة فعلا هذه كائنات عظيمة فعلا. يعني هاي مسؤولية إدارة ملفات الكائنات الكونية وحفظ المعلومات. طيب كم من علوم وكم من طاقة وكم من فهم عندهم بحيث يستطيعون إدارة مثل هكذا تنظيم ومثل
هذه تكنولوجيا، مو هذه يحتاج إلى تكنولوجيا خاصة عالية جدا، ويحتاج إلى تنظيم عالي جدا، ويحتاج إلى ذكاء عالي جدا. ففعلا يعني فعلا هذه كائنات عظيمة، مش فقط نقول كائنات كونية، لا 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 لا، هذه إحنا أمام حقيقة كائنات عظيمة بكل، يعني أكرر، بكل ما تحمل هذه الكلمة، كلمة عظيمة من معنى يا عزيزتي. نعم أستاذ، فهي كائنات الأندرويد أعطت التقنية دي أو أعطت الفكرة دي أيضا لحضارات أخرى. ايه، وهذه ايضا اضفنا هذا قبل التسجيل، والدراكونيان اخذوها، لحظة، هذه حفظ السجلات، ها، واخذوها، ايه، اخذوها الدراكونيان، حوروها ووضعوها، تمام، بالبرمجة، انه الانسان يترك الارض، وانظر ما هو بيمينك، وانظر ما هو بيسارك، هاي مأخوذة من الاندروميدا، وحوروها للدراكونيان، وضعوها بنظام ديني، كل واحد يسمعني، فهذا النظام الديني، انظر على يمينك، انظر على يسارك، اقرأ ما بعرف ايه، هذه محورة مزورة، ماخذيها للدراكونيان من الاندروميدان، السجلات الكونية وعلوم السجلات الكونية محفوظة عند الاندروميدان، والاندروميدان شاركوها مع الكائنات الكونية، و أخذوها، كيف أخذوها لدراكونيان ما أعرف، بس هي أخذت لدراكونيان، يعني أخذوها وحوروها، أي حقيقة بدأت تنكشف الأمور يا عزيزتي. نعم، هي أيضا وأنا موجودة في المكتبة أو السجلات التاريخية، فأنا وجدت كتاب يخص التجسدات بتاعتي أو تاريخ الكون، فقدرت أوصل لصفحة من الكتاب فقط، يعني أنا ما قدرتش أنا أستقبل كل الكتاب بالطبع، أي وأشعر إنه الأندروميدا أو يعني أي قائد كوني مشرف على المكتبة فهو اللي بيوجهني أنا أقدر أستقبل إيه أو أشوف إيه. إذا أنت ما بتقدرين، يعني شعرت أنه ما بتقدرين أي كتاب تريديه يخصك تقرأيه أو تكتشفين يعني محطاتك من أي كتاب، يعني ما عندك ممكن هذا الشعور أنه هم يحددون أو هم يقررون، أعتقد، تمام، حفاظا أيوة على، أعتقد، وعيك، لأنه ممكن العلوم هذه أو المحطات كبيرة. صحيح، أي، هو احنا نريد نضيف بالمناسبة، يعني هذه استرجاع الذاكرة الكونية، كل واحد يسمعنا، اريد اقول لكم حاجة، انه هذه استرجاع الذاكرة الكونية، هذه عمرها بحدود امام مليون، مليونين سنة، الى المستوى السادس والسابع حقيقة. هناك مكتبات كونية ما بعد المستوى السابع، بس هذه عميقة علينا، كثيرا عميقة علينا، يعني موجودة سجلاتنا محفوظة، تمام، بس ما بعد المليونين عام، لأنه ما بعد المليونين عام إذا تصعد أعلى ففيها عمق، لأنه هذه حندخل في الملائكيات وسقوط الملائكة، إيه نعم، يعني حتكتشف أنت كنت حاكم مجرة وأسقطت، أو حاكم كون وتكلمت مع هذا الملاك وهذا الملاك لم يقتنع، إيه نعم، بس هاي عميقة جدا، هاي ممكن ما بعد المليونين سنة، لكن اللي احنا استرجاع الذاكرة الكونية هاي ضمن مليونين سنة، اللي هي تشمل اعتقد يعني من السابع، المستوى السابع والسادس والخامس يا عزيزتي. نعم، فأيضا وأنا يعني كنت ماسكة الكتاب ووجدت صفحة هي أنا شفت فيها يعني صورة ليا من إحدى النسخ الكونية، أي ما كنتش شفت النسخة الكونية دي من قبل، هي كانت بشكل الأفاتار لكن على جسم أطول وأيضا بلون بشرة زرقاء، ممكن تكون من البعد السادس مثلا تقريبا يعني، فده اللي شفته فقط في الكتاب، كان في حاجات مكتوبة وكان في معلومات لكن كانت مشوشة بالنسبة لي، ما قدرتش أوصل يعني المعلومات. أي
طيب المكتبة واضحة؟ يعني واضح مثلا السجلات، كيف تصميم السجلات؟ في حاجات زي الكتب اي وفي يعني أوراق، مش زي الأوراق الموجودة في الأرض، بس حاجات مرتبة فوق بعضها. أنا معرفش إيه يعني المادة المصنوع منها الشيء. نعم وأيضا في حاجات يعني كأنها ملتفة زي الرسائل أو المخطوطات. أنا شفت كتير من المخطوطات كأنها ملتفة يعني أو مربوطة بشكل معين. تخصك أيضا لا تعتقدين؟ آه. لا، يعني المكان هائل جدا في الحجم ومليان سجلات كونية عجيب، لمختلف الكائنات. مختلف كائنات كونية ومن ضمنها الكائنات التي في الأرض باعتقادك؟ أعتقد بس هم أكيد عارفين إن في، يعني هم أكيد أستاذ عندهم تنظيم إن ممكن القسم ده مثلا يخص الكائنات اللي هم أسقطوا في الأرض، صح، وقسم تاني يخص كائنات أخرى في كوكب آخر وهكذا. كوكب آخر وهكذا. أي لاحظوا. طيب أنت وجدت يعني كائنات تدير المكان باعتقادك يعني، أم أصلا شعرتي بوجودهم أم كيف؟ أنا يعني شعرت وشاهدت كائن من الأندروميدا، بس ما كانش واضح بالنسبة لي. آه. يعني حتى أنا تقريبا مش عارفة أحدد هل أنا في البعد الخامس أم السادس أم أعلى أم فين. يعني أنا مجرد كان مشهد، يعني كل اللي ركزت عليه هو إنه كان الكتاب موجود في إيدي وشفت نفسي بوضوح في عجيب، المحيطة الكونية. يعني شفتي الصورة، شفتي بوضوح الصورة من هذا الكتاب وأنت بجسم الأفاتار من نعم المستوى السادس تعتقدين أو السابع. تقريبا، إيه واضحة، واضحة الصورة. واضحة جدا، واضحة لدرجة إن كأني شفت نفسي يعني يعني أمام نفسي، يعني كل الله، مدهش هذا. إيه شعور أيضا إنه دي أنا أو دي إحدى النسخ بتاعتي. تلاحظون. إيه وقلت أيضا من نقاشنا قبل التسجيل أنه تعرفت على نسخة أخرى أسقطت، اللي هي أنت كنت كائن طيوري من الكائنات الطيورية، تمام؟ صحيح أستاذ، يعني أنا بالفعل بعد ما ذهبت للمكان اللي فيه السجلات الكونية لكل كائن، أي بدأت عندي يعني المشاهد تتوالى ورا بعض، مش بسرعة لكن بوضوح. أي فبدأت أتعرف على النسخ الكونية بتاعتي الأخرى، منها نسخة كائن بشري مجنح. كنت أنا متواجدة وقتها في مصر، لكن كان قبل ما يكون اسم الدولة بالشكل ده كان اسم آخر، بس أنا ما مش متذكرة الاسم إيه هذا الآن قصة أخرى، هذا اللي أنت تتكلمين حوله الآن، أنت في الأرض يعني تتذكرين حياتك الأرضية، خلينا نقول مش الكونية. أستاذ. هي الحياة دي بالظبط، هي يعني كأنها حياة أرضية وأيضا كونية، لأن أنا كونية. ها كنت على اتصالات مع العوائل الكونية. الله، هذا مدهش. كانت الأرض غير الأرض، أي كانت الأرض اللي فيها صح، تكنولوجيا عظيمة أي فعلا، هي جدا هي. وروحانيات غير الأرض اللي احنا يعني نعيش فيها حاليا، أو الجزء اللي احنا عايشين فيه صح حاليا. تختلف، هي فعلا. إيه. طيب ماذا اكتشفت من يعني من ظروف أو من محطات في حياتك هذه، في هذه مصر، خلينا نسميها مصر القديمة أو مصر الكونية ممكن، تمام؟ نعم، أعتقد أستاذ كنت قائدة، زي يعني كنت بحكم أو كده، أو بقود مجموعة إيه من الكائنات، وكان عندي أيضا اتصالات بالعوائل الكونية، بس ما كنتش عارفة إيه المهام تحديدا اللي بعملها. آه. بس هو كان زي نشر العلوم من الأبعاد، البعد اللي أنا كنت فيه اللي هو الخامس إلى الأرض. عجيبة. وكنت أعتقد أستاذ إن أنا كنت أقود فعلا، يعني ممكن أقود شعب، أو مش شعب بالكامل، ممكن مجموعة من
ايه البشر مثلا، ايه ما كانش عندي اتصال مباشر بالبشر، هما كانوا يعني يشعروا بوجودي وعارفين يعني عارفيني، بس ما كانش في اتصال مباشر، يعني ما كنتش عارفة أعيش زي حياة البشر في نفس الوقت. طيب انت شيء ايضا زي انت ذكرتي طاقة الأفعى، ايضا اعتقد بهذا التذكر وبهذه حياتك، تمام اعتقد. اي خلينا نفرض أيضا، يعني أنا أتت لي أفعى، أفعى هي كونية أساسا مش من نعم أفاعي، لأن هي كبيرة في الحجم، تعتبر طولي طولي أو أطول، فهي بدأت إن هي تنشط عندي الذاكرة الكونية، الله أعتقد إن هي كانت بتحدق في مركز العين الثالثة عندي، صح لدرجة إن اي شاهدت كل شيء ضوء، ضوء ساطع من مركز عيني الثالثة، عجيب وبدأت أرى أشكال، يعني أشكال في الفراغ، هي أشكال هندسية بس ده تعريفي ليها. الأشكال دي أنا معرفش هي تحديدا إيه، أشكال ملونة متداخلة في بعض، متداخلة الأبعاد هذا في بعض. تعريفك أنت قصدك، نعم بس أنت ما بتعرفين وعيها، ممكن تكون كائنات كونية باعتقادك؟ ممكن كائنات أو ممكن مركبات أو هو إيه شيء أو أشياء أخرى. إيه فاهمك فاهمك بالضبط، بس إيه، مش مجرد شكل لكن بس. نحن نضع عليها هذه الكلمات، نقول أشكال مثلث يعني، بس هي فيها عمق. نعم صح، يعني ممكن تكون مركبات كونية، ممكن تكون كائنات كونية فعلا، حتى ممكن تكون كواكب، ممكن يعني إيه. صحيح، وأيضا من هناك بدأت أتذكر النسخ الأخرى، يعني الله هي إيه نسخة تتذكر نسخة ونسخة أخرى تأتي صح، بالأخرى، يعني شيء وهكذا فيه إيه تدفق عالي، تناغم. صح. نعم، هو هذا فتح، لو تسمح لي، هو هذا فتح الذاكرة الكونية، نسخة تقود إلى نسخة، وأيضا موجودة السجلات الكونية والإندرومدن يشرفون عليها، ويبدأ الطالب يعرف حقيقة أي محطاته، طبيعة حياته الكونية. راعي راعي. نعم. وأيضا تذكرت بعض المشاهد من الحيوانات اللي أنا عشتها في الأرض، اي من العصور الوسطى، ومن أيضا في حياة أيضا جديدة، يعني كنت شفتها من قبل، كنت أنا طفلة، طفلة يعني بشرية في الأرض ضمن أيضا عائلة، وكان برضو في فترة العصور الوسطى، وكانت ملامحي أشبه بالكائنات الأسودية، عجيب اي وكنت يعني كانت وقتها البلدة أو المكان اللي احنا بنعيش فيه كانت زي حرب أو وضع اقتصادي مش مستقر، كنت أنا طفلة فقط، هو ده المشهد اللي أنا شفته يعني. أيضا مشهد هنا اتصال آخر بنسخة من نسخي الكونية، وهي القائدة الكونية آيزيس، يعني هي أتت لي في السفرة دي وقالت إنه أنا إحدى نسخها الكونية، طبعا هي ليها نسخ كتير الله اي هاي أو مدهشة هذه كلنا، يعني كلنا لينا نسخ كتير، صح. لكن أنا برضو يعني من الحاجات اللي أنا عشتها في التجارب اللي فاتت، أنا وآيزيس لينا ارتباط، اي مهمات مع بعض، مترابطين بالفكر بالشعور وهكذا يعني. صح فلما هي أتت أنا مباشرة وجدت نفسي كأن أنا اللي بتكلم، وأنا بنادي بشكل يعني بشكل فيه شجن وعاطفة شديدة باتجاه أوزايرس، اي طيب ممكن وكأني شمس تعرفينا، تعرفي ممكن طلاب مين اوزايرس، ممكن حتى ممكن طلاب جدد او أوزايريس، هو قائد كوني، اي أعتقد هو من البعد الخامس، أيضا يعني ملامحه بشرية، ويعني هو أعتقد الشريك الكوني الآيز في فترة من الفترات.
عجيب. ايه القصة تحديدا أنا مش عارفاها، وأيضا لا أعتمد بشكل كامل على البحوثات الموجودة في الإنترنت. يعني لا لا، أنا هي مو صحيحة. هي هاي بتاع الانترنت. هي صح. هي فهي هي آيزيس يعني أعتقد كانت بتنادي عليه وهكذا، وكانت تريد أن يعني تنقذه أو في شيء. يعني هي عملت شيء، يعني في قصة في الموضوع ده أو كده، أنا لسه مش عارفة أوصل لها. بس عامة في التجربة دي يعني أنا شعرت إنه أنا إن أنا اللي بنده على أوزايرس. عجيب. ايه فهي لما شافت عندي شعور استغراب إن ده شيء جديد على الوعي بتاعي، فهي هي كلمتني، هي اتكلمت باللغة الإنجليزية. تمام، ايه في بعض السفرات عندي ممكن والدتي الكونية تتكلم باللغة الإنجليزية، أنا لاحظت الموضوع ده، وأيضا ايه قائد كوني آخر يتكلم باللغة دي، فأنا أوكي، يعني أنا بستلم رسائل هي عادي، يعني بفهمها. فهي قالت it's not about Osiris، يعني أنا مش في فكرة شخصية أوزايرس نفسه أو الاسم نفسه. نعم. فهي قالت it's about يعني your masculine energy أو your counterpart أو كده، يعني عجيب. الشريك الكوني. التوازن، التوازن في نعم، هي طاقاتك. أرادت، آه. صح، أرادت إن هي توجه رسالة معينة. بس أنت قبل التسجيل قلتي ممكن يكون هذا صح وممكن يكون مو صح، تمام؟ أعتقد هكذا قلتي. يعني بالنسبة هذا تفسيرك، تفسيرك أنه لتفسيري بالظبط، ده استنتاجي أنا، ها لأني استنتاجك. ايه بحاول أفهم الرسالة ايه يعني. اي سي بس حقيقي جدا اللي أنا شعرت بيه، لأنه يعني شعرت أنا أحمل الذكريات اللي هي كانت عاشتها في فترة ما. يعني تحملين ذكريات ايسيس، تمام؟ نعم أستاذ، يعني ده مش أول تجربة، حتى قبل السفر الكوني ايه يعني كان لي تجارب. أنت أيضا وضحتي أنه مرة أخرى، خلينا نرجع لقصة الكائن الطيوري الذي أسقط، تمام؟ أنت عشتيها صحيح؟ ما أعرف بالمستوى السادس أو السابع، قلتي لنا هذا قبل التسجيل صحيح؟ نعم أستاذ، بعد اتصالي بأيزيس يعني أيضا أتى مشهد آخر، إنه عندي نسخة كونية طيورية وهي ضخمة إيه جدا، وهذا وهي مؤثر كان جدا هذا، يعني المشهد. صح جدا، لأن أنا شاهدت إنه كأن تم إسقاطي، لأنه أنا كنت بحلق في الفضاء، وبعدين شفت كل شيء لونه أسود أو مفيش مشاهد، وبعدين وجدت نفسي في مكان زجاجي وكأن تم أسري. أوكي، فهو ده المشهد اللي أنا شفته فقط. تستطيعين تصفين الشكل الطائر يعني؟ تقدرين مثلا؟ هو جسم بشري و عجيبي، ضخم ضخم. ضخم جدا، وأجنحة أجنحة متعددة، يعني كذا طبقة، مش طبقة واحدة من الأجنحة، أو أجنحة كبيرة جدا. الذي هو أنت، حتى فقط يعرف الطلاب نعم الجدد ممكن أو المستمعين الجدد، إيه؟ أنت جاي نعم تستكشفين الآن بالطبع، حياتك الكونية، إيه؟ إيه عزيز، نعم أستاذ. إيه؟ هذا أنا بس يعني بتذكر إيه اللي أيضا إيه؟ شاهدته، لأن شفت نسخ، كذا نسخة في السفرة دي. إيه؟ أحد النسخ اللي أيضا أنت وضحتيها، قلتي والدتك يعني القاعدة الكونية من المستوى الخامس، والدتك وأنت كنت بالمدرسة وتنده نعم عليك باسمك الكوني، تمام؟ صحيح. ايه أنا بس مش عارفة هل المشهد ده هل أنا شفته، أنا بس مش متذكرة هل أنا شفته ايه قبل ما أروح لكائنات الأندروميدا لزراعة الروح الضوئية، أم وأنا أثناء الجهاز يعني. بس يعني عامة أنا تذكرت المشهد ده بوضوح، سمعت ايه صوت والدتي الكونية يعني وقتها لما كنت طفلة في الكوكب، وهي بتنده على اسمي الكوني. أنا ذكرته قبل كده
سفرة من السفرات السابقة يعني في البدايات، ايه إن الاسم الكوني في البعد الخامس أينا، ايه صحيح رائع. فهنا زي كانت بتنده عليا بتقول أينا أينا مرتين أو ثلاثة تقريبا، على أساس إن هي بتأكد عليا إن أنا أذهب للكوليدج. فهي أوصلتني لهناك وبدأت إن أنا يعني أشوف بعض المشاهد أو أستنتج بعض المعلومات، إن كل الأطفال بيدرسوا يعني كل التخصصات هناك عادي على حسب وعيهم. وبعدين أنا عرفت إنه في ماذا مرحلة من تقصدين على حسب وعيهم؟ يعني هم يدرسون كل التخصصات، تمام؟ طيب ماذا تقصدين على حسب وعيهم؟ يعني على المستويات، عندهم مستويات غير؟ عندهم مستويات اي لنقل المعرفة والحكمة وكل الأشياء دي. اي يعني مثلا علوم الخلق أكيد الطفل مش هياخد كل يعني اي اي القائد الكوني البالغ مثلا، اي صح اي فبيدوله الأساسيات أو الحاجات اساسيات. المتوسطة. فالفكرة إن الأطفال في الكوليدج بيتعرفوا على كل العلوم، عجيب. اي فأنا كنت يعني اللي افتكرت إن أنا درست كل التخصصات الموجودة في الكوليدج، ومعاها عرفت إنه في مرحلة من المراحل الطفل بيبتدي يختار التخصصات اللي هو بيريدها يعني. فأنا أتذكر إنه كان قدامي تخصص المركبات الكونية، بس أنا ما تخصصتش فيه يعني. دايما كنت أهتم كتير لمسألة تفعيلات، أعتقد الروحانيات، التفعيلات، الطاقة، المواد، مواد الطاقة، تمام؟ صح جدا، معها علوم الخلق أيضا، الخلق اللي هي تشمل الرموز، الرموز الأصوات، الألوان، المستويات. والرموز مش عارفة اسم العلم ده ايه، بس انا يعني اتذكرت الفكرة دي. وكنت أيضا ليا اتصالات مع الملائكة وكنت باخد منهم رموز الخلق، في بس مش وأنا طفلة يعني، بس أقصد بعدين في مسيرتي وأنا في الكوكب هناك. وتذكرت أيضا أتى أستاذ مشهد ليا يعني، بس معرفش كنت في أنهي بعد حقيقي يعني، بس كنت كائن جدا روحاني، وأعتقد دي نسخة أخرى يعني، أقصد غير الأفاتار، كنت بشرية كائن تعتقدين أم ماذا؟ بشرية صحيح أي وليها معرفش هل ليها أجنحة أم لأ، بس كنت بصلي صلاة مستمرة مع كائنات كتيرة جدا، وإحنا كنا بنشكل جروب مع بعض. عجيب. يعني قبل وجودي في البعد الخامس أعتقد أنا لي اتصالات مع كائنات الأيديان، الكائنات الطيورية، الكائنات الملائكية، أي وأيضا كائنات الأندروميدان، وبعدها أيضا الأسوديين وهكذا يعني. يعني ده أكتر ارتباطي في نوعية هذه الكائنات. اللي فعلا تأثرت بيه فكرة إنه كنت متخصصة في علوم الخلق والتفعيلات، وهي مش أكواد يعني، ما أقصدش إن هي أكواد بالمصطلح ده، هي رموز الخلق، نعم. أو يعني أيضا السحر أو هكذا، أو هو علم الخلق يعني. هي علم لأن الخلق. هي. صح، لأنه أنا عرفت إن يعني ده جزء من القصة أستاذ، زي ما أنت قلت إنه إحنا كل الكائنات هي معاها مواهب روحانية ومعاها قوة نزلت بيها للأرض، اي فكل واحد فينا عنده الأشياء اللي هو كان بيعيشها في محطات سابقة من صح. آلاف السنين أو اي ملايين السنين. الله. اي فأنا فعلا. لما جيت صحيح بالفعل، فأنا لما جيت تذكرت بعض المشاهد في حياتي السابقة اللي أنا قدرت أتذكره،
ايه انا ما اعرفش هل في ربما حياة سابقة بعد كده او يعني غير دي او لا، ما عنديش معلومة. لكن يعني في حيوات كتير انا اتذكرتها، كنت ايضا مهتمة بعلوم الخلق او علوم السحر، يعني علوم السحر الجيد، ايه ومعاها ايضا قوة الايمان والصلاة وهكذا. فلما جيت ربطت ده، فانا ايضا كانت دي حياتي موجودة في الابعاد العليا بصفة عامة. عجيب، إيه راي. وبعدها وجدتي نفسك قلتي طبقتي يعني زراعة الروح الضوئية، تمام. أعتقد وصلنا إلى هذا النقطة، أقصد بالنقاش صح ولا أستاذ، وهنا إيه؟ نعم، هو يعني دي تعتبر كل الحاجات اللي أنا إيه افتكرتها بالفعل. إيه في هنا المدهش في السفرة الكونية دي، إنه أنا يعني شفت الحاجات بتركيز ووضوح عن السفرات اللي فاتت. أي لو في بعض السفرات كنت بشوف المشاهد بتمر سريعا، أو ما كنتش بركز في التفاصيل مثلا، بس الآن لكن هذه جدا واضحة وفيها تفاصيل واضحة وفيها تفاصيل، وكأني بالفعل تماما معاهم يعني، عجيبة. مع طبعا شعور شعور ان انا يعني بالانتماء الكوني، أي قوي انتماء جدا، كوني مش فقط لعيلة واحدة، لعوائل، أي صح، للملائكة، أي للطاقات الإيجابية. هي المحطات كثيرة ورائعة طبعا، وظروف ظروف وتعلم ودروس، أي كثيرة. ولما جيت عشان نذهب للأندروميدا، أي أنا حرفيا أستاذ شعرت، يعني أنا بتكلم بفرح وبهجة ونشاط الآن، لأنه أي أنا مش فاكرة كنت على أنهي جسم أو كده، ممكن أكون بالفعل جسم ضوئي، يعني ما خدتش بالي من جسمي وأنا بتذكر النسخة الأخرى. نعم، بس لما جينا نويت ان انا اروح لكوكب الاندروميدا، انا شعرت ان جسمي الضوئي بسرعه بيتحول الى كره، او يعني زي نجمه ضوئيه صغيره. اي انا شفت ده كانه بالتركيز والوضوح بالتفصيل، شفت ده عجيب، بالتفصيل وشعرت بجسمي اي فعلا، غير المحطات اللي فاتت. يعني القصد انه مش عارفة أسميها، هل هي جودة السفر الكوني أو هو طبقة أعلى؟ إنه لا، هي طبقة أعلى وطاقة متفاعلة عندك، هي هاي الحياة الكونية، صحيح، وحتى القادم يعني دائما ترين أكثر بوضوح وتفهمين أكثر يعني حياتك الكونية، أكثر تفهميها وتتعرفين عليها. إيه طبعا، إيه نعم صحيح. هنا سرعة رهيبة أستاذ، يعني سرعة بجد ما فيش السرعة دي في الأرض صح. نهائي، حتى لو جبنا أسرع طائرة في العالم أو أسرع صاروخ ما فيش لا لا، هاي أصلا مو يعني سريعة هذه، إيه خالص. مقارنة بالسرعة الكونية. إيه نعم، طبعا، فمباشرة لقيت جسمي الضوئي تحول إلى نجمة صغيرة، إيه وفي أقل من ثانية لقيت نفسي في كوكب الأندروميدا. فبدأت أرى المكان اللي فيه الجهاز الضوئي بوضوح شوية، يعني مش بوضوح قوي بس أحسن من الجلسات اللي فاتت أو أفضل. ومددت على السرير اللي عندهم، بأي جسم أنت الآن؟ أنا لما يعني أول ما دخلت ما خدتش بالي أنا كنت إيه، بس لما أول ما دخلت للكوكب، هل كنت بجسم ضوئي أو لا مش عارفة، بس أنا لما جيت بقى أستلم الضوء أو زراعة الروح الضوئية أي كنت بجسم الأفاتار. يعني إذا رجعت للمستوى الخامس الآن، نعم، صحيح؟ أي ووجدت والدي الكوني الأسودي أي بجانبي مهتم نعم، جدا بيا، الله الله الله، راعي يعني أنا متوقعتش وجوده، يعني لأن هو في أغلب عجيب. الأوقات عنده سفرات كونية اي وعنده انشغاليات وهكذا صح، يعني. فالأندروميدان أيضا كانوا موجودين، وبدأوا إن هما بقوة تنظيفات في منطقة المعدة، اي
يعني كان عندي زي مش عارفة هل ده ايه، هو جسم او حاجة، كان ملتف عليه شيء زي رباط او كده، فالرباط ده هما زالوه وزالوا الجسم ايضا، يعني عملوا تفتيت بالتكنولوجيا اللي عندهم. ايه هو ما كانش شيء ضار يعني، بس هو كان اعتقد طاقة غير مرغوب فيها، او من ضمن الفتح يعني المراكز الطاقة اللي عندي ايه مثلا، او بيصلحوا الجينات، نعم وايضا تنظيف لمنطقة القلب، يعني كان تطهير من كل الافكار او من كل الطاقات السلبية اقصد. انت اكو شيء ايضا خلال قبل التسجيل ما بعرف وضحتي شيء حول الضوء الازرق، كان مائي او سائل خفيف اعتقد هكذا. صح أستاذ، المرة دي أنا يعني اي شاهدت إن الضوء اللي إحنا بنستلمه من الأندرومبي، من ذرات الروح الضوئية، هو مش طاقة ضوئية فقط، ده مادة يعني تشبه الماء، يعني اي كأنها سائل نعم على طاقة خفيفة جدا، مش زي الماء الكثيف يعني، مش زي اللي اي عندنا في الأرض، بس هي فيها صفة الماء. كان بيتخلل كل جسمي، نعم بيمد أيضا بالطاقة وبيعمل تنظيفات، فهي دي اي يعني روعة التكنولوجيا اللي عندهم، أو روعة هذه الطاقة الكونية. اي فعلا مدهشة. اي فاستمر التنظيف ده معرفش قد إيه، بس أنا أثناء التنظيف أنا شعرت إن جسمي المادي كأنه بيحلق، في خفة، خفة بالترددات كبيرة جدا. جسمك المادي، وبعد أي جسم مادي، الأرضي أم ماذا قصدك؟ لا الأرضي، الأرضي. إيه. نعم يعني أنا يعني نعم متصلة بالأرضي، بس أنا مش مدركة هو إيه، بس أنا أشعر بيه أحيانا، نعم. أشعر إنه خفيف بيحلق. إيه. ف وأيضا ده متصل، يعني جسم الأرضي متصل بالنسخة بتاعة الأفاتار، عجيب. فيعني كأنه أنا أشعر بالحاجتين في نفس الوقت. بعدها وجدت نفسي رجعت للأرض، مباشرة لم هكذا. على طول يعني رجعت للأرض ايه على طول. مش عارفة أكيد يعني خلصت الجلسة معاه وقمت من الجهاز الضوئي، بس أنا لما باجي أرجع للأرض أنا مش مدركة الوقت، مش مدركة الزمن، مش مدركة أنا فين، بس مجرد في لحظة أدرك إن أنا موجودة في الأرض. مباشرة يعني ما شاهدتي نفسك وأنت تخرجين من الجهاز الضوئي وتقفين في مركز الغرفة؟ إيه لا رجعت مباشرة إلى الأرض يعني. يعني ده اللي واضح جدا، لكن أي تفاصيل او بالترتيب، ان زي ما كنت بشوف في السفرات اللي فاتت ان هم بيهنئوني واخرجتني، أي لا ما شاهدتش ده صراحة، يعني كأنه حصل سريعا سريعا في اقل من عجيب. ثانية. الله. ايه وبعدها يعني بعدها أنا رجعت الأرض وعرفت، عرفت إن الجلسة تقريبا إما شغالة أو قربت على الانتهاء. بس أنا مجرد غمضت عيني أنا لقيت نفسي يعني نمت شوية، لأن الطاقة كانت جدا عالية هي جدا عالية. جدا. ايه فعلا. ايه ده فقط يعني، بعدين صحيت تاني نهضت يعني بعد 10 دقائق، هو فقط كان جسمي المادي يعني كان عاوز يستريح شوية. إيه محطات عظيمة حقيقة مدهشة. وهذا فتح الذاكرة الكونية يعني، هو هذا أو هذه هي المرحلة المهمة، وتبدأين حياة جديدة حقيقة، تتعرفين أكثر على هذه المحطات، لأن هذه بملايين، ممكن مليون مليونين سنة من المحطات. إيه ومليئة مليئة بالعلوم وبالأسرار، وتتعرفين عليها يعني شيئا فشيئا. الكون العظيم يبارك حياتك، كلنا نقول باتجاهه استلم الضوء. ومبروك هذه سفراتك الكونية، والأكوان العظيمة تبارك حياتك، عائلتك الكونية تباركك، أنت ضوء أبدي وضوءك ينير كل الأكوان. آمين آمين آمين.